وينه لهلا؟ وينه؟ والله لو اجى ابوه هلا وشافه من البيت لطرب الدنيا على راسي وراس سالك، مع اني نبهتها شو بعمل؟ اهلين، تعي شوف وينك؟ وينك؟ اجى ابي بشغله؟ ما اجى، بس لو اجى كان طرب الدنيا على راسي. قولي لي شو صاير معك؟ خليني بس اشرح ملايتي مشان ما يجي ويشوفني لابسها بعدين بحكي لي. روحي يلا خلصيني، روحي. شو هالجيل هاد يا؟ يلا ما تواخذني تقبرني، تكي بكون الغدا جاهز. خير اخي؟ شايفتك مو على بعضك، شبك؟ شو بني؟ يعني مبين عليك انك كثير مهموم وكانك شايل حمل الدنيا كلها على كتافك، خير ان شاء الله؟ الشغل بالبوايكية ما عم يزبط. يهيو، شلون ما عم يزبط؟ وانا اللي بعرفه انه انت بمصلحتك بتفهم اكثر من 20 رجال. لك في شيء بهالبوايكية ما عم يزبط. لك البيع فيها منيح وكل مالها عم تخسر، لك الدفاتر والحسابات مزبوطة. كيف يعني؟ كيف يعني عم تخسر إذا كلياته مزبوط؟ لك مو هذا اللي عم يجنني. يا طول بالك أخي، طول بالك، إلا ما تلاقي شو العلة. صحتك بالدنيا لك أخي، طول بالك. هدي ورو، هدي ورو، تقبرني. تفضل تقبرني. أخي، عم أقول لحالي هيك بدي أحكي معك بموضوع يعني، بس ما بدي إياك يعني لا تتضايق ولا تعصب. تفضل. الله يسلمك ديات، بخصوص شو؟ بخصوص بنتك لطفية. عملت شي كاينة؟ احكي لي أختي، احكي لي. لا أيوه، شو هالحكي يا أخي؟ لطفية زينة البنات، ما حدا بيجيب معدلة بهالقد، بنت مرباية وكل العالم بتحكي بأخلاقها. لك أنا أعطيني من الآخر. أنا عم أقول لحالي يعني بركدان بركدان، من بعد إذنك، من بعد إذنك تسمح لها تروح لعند الحجة إمرائي، شو رأيك؟ وشو بدها تعمل عند الحجة إمرائي؟ يعني شو بدها تكون تعمل عند الحجة إمرائي؟ بتتعلم القراية والكتيبة لك أخي. ولك أنت صاير لعقلك شي؟ ليش أخي لا سمح الله، شو حكيت غلط؟ يعني أنا عم أقول إنه بنتك تتعلم القراية والكتيبة مثلها مثل كل هالبنات يعني. يعني بدك إياها تفوت وتطلع على كيفها؟ والناس تحكي علينا شروي غروي؟ ليش يا أبي ليش؟ ليش لحتى يحكوا علينا؟ أنا رح أتعلم وبس، ما رح أسوي شي غلط. لك أخرسي وليك؟ طول أنا بالك. ما عندي بنات تفوت وتطلع على كيفها. طول بالك، طول بالك، تقبرني، ما أنا محز القصة يعني. هي وين بتروح وتطلع؟ هي رايحة هالساعتين لعند بيت الحجة، بتقرأ هالدرس بساعتين وبترجع لك لهون على البيت، من بيتها لبيتها. لك تطلع روحك وروحها. البنت من بيت أبوها لبيت جوزها، وسيرة لما تفتحوا لي يا ابنوب. لك ليكني أنا لا بعرف أقرأ ولا أكتب، أموري ماشية. إيه بس أنا بدي أتعلم. ولك تعلم العصي على جنابك، يلعن أبوي اللي رباك كلب. طول بالك أخي، طول بالك، مو محرزة والله مو محرزة. فوتي حبيبتي، فوتي تقبري على غرفتك، فوتي، أنا بقول لك بعدين، فوتي فوتي. تقبرني تقبرني، لا ينهز بدنك، ما بصير إلا اللي بدك يا حبيب قلبي. شاب شاي فوتي. تتعلم القراية؟ ما رح تتعلم، خلص خلص مثل ما بدك. شاب شاي، صحتك حبيبي، صحتك، الله يخلي لنا إياك. نعمة، وصلت لهون معكم؟ طول بالك، طول مثل ما فهمتي، موضوع الحجة امرأة بتنسوه من أساسه، وبتفهمي الحكي للطفية، فهمتي؟ حاضر تقبلني، حاضر، لا يكن لك فكرة أبدا. الله معك، الله معك. يلا بدك شيء؟ الله يوفقك مشان الله. لك ما شفتي أبوك شو حكى هلا؟ والله بقيم الدنيا على راسي. عمتي لا تمنعيني، الله يخليكي لا تمنعيني، بدي روح. لطفية الله يوفقك. لك طيب عمتي، انت شايفتيني عم بعمل شيء غلط؟ القراية والكتيبة واني اتعلم غلط شيء؟ لا مو غلط حبيبتي، بس ما نادى تقبري قلبي، خليني روح، وعدك اني ارجع قبل ما يرجع من شغله. خلص روحي، روحي قبل ما تتأخري، الله يوفقك. والله العظيم ما رح اتأخر. وعد وعد، يلا ما تأخري. لا حول ولا قوة الا بالله. لك أنا ما عم بعرف ليش هالبايكة عم تخسر يا خلدون، مع أنه الشغل ماشي وما عم تهدي طلبات. والله معك حق يا عمي أبو رامز، ولا أنا بعرف ليش عم تخسر. السلام عليكم. أهلين أبو حكمك. شو صار معك؟ راجعت لي الحسابات؟ أخيرا أعطيك إياها من الأخير.
راجعنا لها كل الحسابات اللي موجوده بها السجل، شفنا لها وشو بايع وشو شاري. ايه وشو طلع معاه؟ يا اخي كل حساباتك على الاول ما في غلط، بس في يعني في نقطه ضايعه، بس شو هي ما كنت عارف. الله اكبر، طالما عم تقول الحسابات مزبوطه والشغل ماشي تمام، لك هالبايكه ليش عم تخسر؟ لك يا جماعه انا ما ضل معي متليك والبايكه عم تفضى. والله ما بعرف شو بدي لك يا ابراميز، يعني بصراحه اذا بيتم شغل هيك بدك تعتبر البواكيه سكرت من هون لشهر. عم على هالمصيبه روي عمي ابراميز، روي ولا تاكل هم، عندي انا. شلون يعني؟ يعني انا بعطيك مصاري وبترجع بتنزل البضاعه على البواكيه وبترجع بتشتغل من اول وجديد، واي شيء بيلزمك انا جاهز. والنعم منك يا خلدون، والنعم منك والله. على راسي يا حكمات، بس من بعد اذنك يعني عندي هيك شرط صغير. شو هو؟ تجوزني بنتك على سنة الله ورسوله. صار. وانا كرمتي اللي بدها تمشي بالبيت؟ بدك تتجوزي خلدون يعني بدك تتجوزي ولا يا بي؟ ما لقيت الا خلدون تجوزني اياه، سمعته عاطلة بالحارة. ولك خلصي ولا ولك انا ما عندي بنات تمشي كلمتي علي، انا بعرف مصلحتك اكثر منك. وانا ما بدي اتجوز. ولك بالنهاية انت رح تصيري ببيت جوزك وتقومي على خدامته مثلك مثل غيرك. بس مو لواحد مثل هاد. ولك هذا كانت سمعته عاطلة، بس الله تاب عليه. يا بي بوس ايدك، اقتلني اذبحني، بس لا تجوزني لخلدون. اخي الله يخليك، لطفيه معها حق، لطفيه معها حق. يعني انت بدك واحد تجوزه لبنتك ترفع راسك فيه، مو مثل هذا العينتين خلدون يلي سمعته العاطله سابقته. لك عيناي انت لا تتدخلي. لا بدي اتدخل هالمره، بدي اتدخل اخي، ما بصير جوازه ظلم هاي لبنتك. ايش كانت الدنيا مضيقة عليك أحوالك، أمورك تعبانة، هذا الله بيفرج عليك، بس مو على حساب بنتك وجوازة بنتك، هذا ظلم. وما رح يصير غير اللي بدك إياه. بس لتكون رجال ولك كلمة على بنتك وبقى منحكي أنا وياه. كبيرة كتير خلدون. لا مو كبيرة، أنا سمعت كل شي صار، وإنت بدك يعني يتجوز بنتك بتعمل المستحيل حتى أخدها، ولا نسيت خلدون شو رح يعمل معك؟ رح يرجع يوقفك من أول وجديد على رجليك. إنت بتعرف خلدون لما بيحكي يفعل خاطرك. لك الله لا يوفقكم. هيك لكان يا لطفية عم ترفضي تتجوزيني؟ والله لخليكي انت وابوكي تبوسوا الصرامي، لا ارضى اتجوزك ولخلي ابوكي يصفى على الحديدة. بسيطة، انا بورجيكي. تكسر كلمتي؟ أنا بفرجيها بس ترجع. أنا بفرجيها. طول بالك الله يوفقك. بس ترجع بتشوف. طول بالك صبرني، ما بصير إلا الخير إن شاء الله. بس ترجع. وينها لهلا؟ هلا ب لك وينها؟ ولك وليه؟ طول بالك يا كلبي. بدك تمطي راسي عند الخلايق. ولك بعد عني أنت اللي عم تكبري لها براسها. ولك وأنت كمان. ولك اسمعني يا كلبي. ولك بكره رح يكون كتب كتابك على خلدون ورجلك فوق راسك. ولك فهمتي؟ لك يخرب بيتك، يخرب بيتكم. ايه عمي ابراميس، انا اجيت ساعدك مثل ما وعدتك، شنو ما حلوه انت تضل هيك قدام الخلايا كلياتها. كتر خيرك،
المعروف ما راح انسى لك اياه بحياتي. خير الله عمي، خير الله. بس من بعد اذنك، في هالورقتين بدك تبصم لي عليهم. شو هدول؟ هدول سند امانه. بتعرف الدنيا فيها حياه وفيها موت. سند امانه بالمبلغ اللي بدي اعطيك اياه. بس يعني عدم المؤاخذه، يعني لازمهم شهود مشان نعرف شو مكتوب فيهم. ايه لك معك حق عمي، معك حق. طيب ما في حدا من العيال بيعرف يقرا ويكتب؟ لا لا اعوذ بالله. ايوه معناتها مالي غير اني روح جيب ابو حكمات، بيجي بيكون شاهد على الشيء اللي بدنا نعمله، ومنه كمان بيكون شاهد على كتابي، على بنتك، على سنة الله ورسوله. ايه على بركة الله. لا اله الا الله. يا رب. يا الله يا الله يا الله يا الله. ما تطول يا عمي. يا الله معك. تعالوا قريبي تعالوا. يلا روحي لمي هالفناجين. يلا. شو هاد؟ ليش هدول بعيدين؟ يابي شو هاد؟ هاي ديني. ديني؟ وشو هالديني اللي بتخليك تبيع بيتك والبواكية؟ شو هالحكي؟ ليش شو مكتوب فيها؟ مكتوب انه انت عم تتنازل لخلدون عن البيت والبواكية. وانت شو عرفت؟ يابي لكن انا ليش كنت روح لعند الحج ام رائف مشان اعرف اقرا واكتب يابي؟ هيك تقبري قلبي يا مسقفي، تقبري قلبي. شفت؟ شفت اخي؟ شفت لما مبرى لساني وانا اقول لك لك اتركها اتركها تروح لعند الحجه تتعلم القرايه والكتيبه. يا لطيف، لك الكلب كان بده ينصب علي. لك انا بفرجيه للكلب، انا بفرجيه. شقيه شقيه شقيها شقيه. يا الله لا يوفقه. شفت؟ تقبري قلبي انت، تقبري قلبي. يا بني جمالك لنسقفي، يا بني جمالك لنسقفي. هات يلا لا يوفقه ان شاء الله. أنا والله ماني عرفان يا أختي شو بدي أعمل. وقعان بين نارين، أرضي أمي ولا أرضي مرتي. قسما بالله العظيم حاسس بدها تجيني جلطة وطب بأرضي يموت. بعيد الشر عن قلبك حبيب قلبي، روق وهدي حالك إلا ما يجي يوم ويتصالحوا إن شاء الله ويصيروا مثل السمنة على العسل. هلا من كل عقلك عم تحكي؟ أمي ومرتي بده يصيروا مثل السمنة على العسل؟ إيه أخي بصيروا. ليش لحتى ما يصيروا؟ شبك هيك تغير لونها؟ من كلامك، من كلامك اللي ما بيفوت بالعقل. لو كانت بدها شتي كانت غيمت. لو هي القصة بدها تنحل كانت انحلت من زمان. قصة قديمة كتير ما بتنحل. الله يهدي النفوس أحسن شيء. المهم أنت تروق. ماشي أختي ماشي. ما بحبها، ما بطيقها. من اول ما جابها اخوك على هالبيت ما شفنا على وشها الخير، والمشاكل كل ما لنا عم نغرق فيها، مشكله ورا الثانيه. مشاكل؟ اي مشاكل لك امي؟ اول مشكله ابوك مات بسببها، وثاني وحده الدكانه اللي كنتوا عم تشتغل فيها انت واخوك احترقت يوم عرسها. وفي شغلات ثانيه ما بدي احكي لك عليها. لك يا اخي ما بحبها، ما بحبها، ما بطيقها، خلصنا. ما بحبها للام بريس. الله يطول بعمرك امي. كل هالقد؟ هالقد واكثر. يا امي ابي مات لانه رب العالمين هيك مشيئته، والدكان احترقت وخسرنا كل شيء لانه هذا الشيء قضاء وقدر. الله يوفقك يا امي، والله العظيم اخي ماله متحمل، واقف على نكشه. الله يوفقك روي على مرت اخي. روق عليها. بصراحه يا ابن عمي في مشروع ببالي، وما بدي حدا يكون معي شريك غيرك انت. الله وكيلك يا صهري، بعرف قديش انت ابن حلال وبتتمنى لي الخير. بس قسما بالله العظيم بعد ما احترقت البواكية ما ضل لا قدامي ولا وراي. هلا طول لي بالك شوي.
مالك قايم لك قرشين هون هون لوقت الحاجة؟ لا والله، كل شيء قايمينه أنا وأخي كنا حاطينه بالبواكية وكله احترق وقلب رماد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا سيدي، الله بيعوض. لا إله إلا الله. لك روح شباب هلين صار محلولي. ومن يوم حريق هالبواكية والرجال مو على بعضه. ما فهمت عليكي، شو قصدك؟ يا أمي بتطلع هيك فيه فجأة بلاقي بحسه هيك مكسور مقهور، بس أنا ما بحسسه. تعرفي نيال وجوزك عنده مرأة حنونة وحلوة مثلك، بس صدقيني هو بيحبك. وأنا بحبه، لكن شو مصبرني أنا على إهانات مرت عمي غير هو؟ اصبري يا أمو، جوزك منيح. والله العظيم يا غريب، اللي بسمعك عم بتدافع عن مرت أخوك ضدي بيقول في شي بينك وبينها. وكلي الله لك أمي، شو هالحكي هاد؟ والله اللي بسمعك خوفك ولهفتك عليها بيحكي هالحكي. أنا عم أحكي من حرقة قلبي على أخي، أنا عم بحكي لأني شايف الهم بعيونه، شايفه عم يغرق فيه، شايفه تعب من ورا هالقصة يلي ما كنا نخلص منها ولا نخلص من كرهك لمرت أخي. كل هالقصة والمشاكل سببهم أنه هو ما تجوز بنت أختك. خلاص ولا؟ هلا هاي الحرباية لو جايين أحسن من بنت خالتك؟ يا أمي، أخي بيحبها لمرته من زمان مو من يوم ويومين، ولهيك ما تجوز بنت أختك. خلاص ولا؟ قوم قوم يقطع عمرك، قوم تضرب بهالترباية. شو هاد؟ أنا بفرجيك يا لو جاي، أنا بفرجيك. هذا كل اللي صار بيني وبين صاحبي، وبيني وبينك والله ما قدرت اللوي. الله يسامحك يا ابن عمي، لك شلون هيك بتروح الشغلة من ايدك؟ من كل عقلك عم تحكي؟ طبعا من كل عقلي، هلا وعلى الحارك بتروح لعند صهرك وبتقول له بدي اشتغل معك. بس يا ابو جايين بدك؟ بلا بس بلا هس، مثل ما عم اقول لك، بعدين البواكية لازم ترجع توقف على رجليها، وانت كمان، بعدين اخوك ما رح يتركك، رح يضل جنبك. شو في؟ يا الله يا الله، خذوا طريق، فضى حكيم. يا الله يا الله حكيم، ان شاء الله قرب مني. امي شو وضعها؟ المريضه ايدها محروقه ومكان الحرق خطر كثير. يا لطيف، لازم ما تخليها تقرب على المي، والافضل انه ما تشتغل شي بالبيت نهائيا. لا حكيم لا، اعوذ بالله، ما رح خليها تشتغل بنوب. ان شاء الله، ولا تنسى البراهم اللي قلت لك عليهم جوا. رح اجيبهم باذن الله، رح اجيبهم. ما عليها الا العافيه. الله يعافيك. يلا الله معك حكيم، الله معك. شو هاد لك اخي؟ شو هالرزق اللي بالبواكية؟ اول شيء الواحد لما بيقعد بيقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي اقول لك كلمتين بدك تحطهم حلا بإذنك. ها، هاي البضاعة اللي بالبواكية دين برقبتي وبرقبتك من هون ليوم الدين، ليرجعوا اصحابهم ياخذونها. سمعان؟ سمعان اخي. يعني اي قشه بدها تطلع من البواكية بدها تسجل هون على الدفتر. ماشي؟ ماشي اخي، ماشي. ومعناته ساوي لنا كهتين شاي على كيف كيفك. يلا بعيوني يا اخي، بعيوني. ايه مرت عمي، انا رايح روح كمل شغلي بالمطبخ، واذا بدك ياني نازيني شاي. شو مرت عمي؟ انا بدي اياك تسامحيني يا بنتي، انا غلطت معك كثير وعاملتك بأسوأ، بس يعني أنا رغم كل اللي صار أنت ما تركتيني ولا لحظة.
مشان هيك بس يا بنتي انا بدي اعتذر. لا ما تكملي، انت بمقام امي وانا هذا الشيء اللي عملته يعني كاني عم بعمله لامي. انت بتموني على القلب والروح، بعدين ما فيها شيء اذا امي سمعتني كلمتين. مو انت امي؟ يا روح امك انت حبيبتي، انتبهي على ايدك بس. الله يخلي لنا اياك يا امي. تا ان شاء الله الف سلامه حبيبتي انت يا عمري يا عمري. ايها هي الاخبار الحلوه يلي بتنسمع، والله يلعن الزعل وساعته. لك مو يلعن ابو الزعل وساعته، ليش الزعل شو بيجيب غير الهم والغم؟ ابن عمي وخلدون كيف صار؟ لا الحمد لله اموره بخير. ايه الف الحمد لله رب العالمين، وكرمال هالخبريه بتستاهل اطيب كاسه شاي. لك ان شاء الله بالطقطي بنص نقرتي، قومي اعملي لي شاي. يا برني الله انا. ايه الحمد لله. اسمعيني شو بدي لك بنت عمي، الحياة دين ووفا، وهدول الذهبات اللي انت دينتيني اياهم هلا صار وقت رد لك اياهم، خليهم من ايدي. لا ابن عمي شو هالحكي؟ انا ما بدي منك ذهب، بعدين بكفي انه صارت حماتي تحبني، هذا اهم من كل شيء. ايه معك حق، بس الحق حق، لازم يرجع لاصحابه، ما بصير، ردي. ابن عمي هدول الذهبات انت جبتهم، هدول من حقك، بعدين انا في شغله بخبيتها عنك، يعني اهم من الذهب والدنيا كلها. شو هي الشغله؟ امانه الله شو هي؟ انا حامل. فيها القهوة جاهزة. صباح الخير. صباح النور. وين 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 وين؟ والله اليوم عندي شغل كتير ورح نام عند الخانو. أيوة أنا بدي نام لحالي بهذا البيت الكبير. يا بس اليوم. لا اليوم ولا غير اليوم. وردة أنت بتعرفي قلبي قطيعة وبخاف كتير، وما قلنا يومين ساكنين هون. لا تخافي الحارة أمان. وردة اجلي اليوم أو خلص ابعتي حدا غيرك. ما فيني. وليش ما فيكي؟ لأنه خانو مكسرة عيني. بتعرفي هي حكيت مع جوزها مشان يسكننا بهذا البيت ببلاش، بعدين دائما بتكرمني بالإجرة. يا أختي الله يوفقك لا تتركيني لحالي. خلصنا بقى، هي ليلة وبتمرق. دايمة على القهوة بخاطرك. مع السلامة. يا رب سترك يا رب سترك. انت بدك تتضايق مني مصاري؟ اخي بشتغل معك، شو بدك تعطيني؟ لك بالاول خليني فهمك شو بدنا نعمل، بعدين بنحكي بموضوع المصاري. فهمني. رح فهمك، بس انا شغله وحده اللي بدي افهمها، هذا المخ ايه ما بده يشتغل؟ البيك في له 9 بيوت بالحاره، ومو مأجر منهم ولا بيت، تعرف ليه؟ طبعا ما رح تعرف، شي طبيعي هاد. لانه بخبي ذهباته. وكل الأغراض اللي بتجي من بلاد برا بقلبها البيوت. ولزيدك من الشعر بي، في إله بيتين هون بالحارة، ونحن كل اللي علينا أنه ننزل على هالبيتين ونقش كل شي فيهم ونضل طالعين. طيب وبلكي أنت حبيبي ريح لي حالك ولا تفكر، لأنه أنا رح فهمك كل شي بدنا نعمله. فهم. ايه يا سيدي، يا هيك البيوت يا بلا، شو بيت فاضي ما فيه حدا. هي نزير هلا شو؟ يا عيني عليك، وانت اللي سالتني. هلا بتحمل حالك مثل الشاطر، بتفوت على هذيك الغرفه بتنك تنكت، القشه ما بتتركها، بتدحوش بتدور بتقيم بتحط بتطلع مطلع كل شيء. ماشي لا تاكلهم. يلا قول يا رب. Thank you.
الأوضة فاضية، ما فيها شيء ينسرق بنوم. المعلومة رح نلاقي شيء نسرقه، لأنه العينتين طلع مأجر البيت لحرمة. شو؟ حرمة؟ لك نروح خلينا نمشي. شبك أنت أجدهاب؟ أجدهاب؟ عم قل لك البيت فيه حرمة، وهيك شغلة مو كل يوم بتصح لنا، شغل لي مخك بقى. ليكون قصدك؟ إيه قصدي. أنا بفوت بالأول وبس خلص بتفوت بعدي. أعوذ بالله، أنا ما بقرب أعراض الناس. طبعاً لأنه مالك رجال. رجال غصب عن الكل، بس على أعراض الناس أنا ما بقرب هيك. بتصطفل شبك انحمقا، أنا كل اللي كان بدي إياه إني أبسطك وأنت ما بدك. إيه ما بدي. أروح. رايح. الله يوفقك بعد عني. لا راسي، لا تسمعيني حسيك. اسمعي لي، نحن الاثنين لحالنا بالبيت ماشي، وقد ما صرختي ما حدا رح يسمعك ومني ما رح تنفتي، فسلميني حالك يا حلوه وخلينا ننبسط نحن الاثنين ولا تتعبي حالك على الفاضي. عم تفهمي لي؟ هذا انت يا واطي. شو رجعك لهون؟ بعد عنه. شو رجعك؟ ماذا؟ قولي علام، قولي علام. لك ماذا أبا؟ لك رجع بعد. لك بعد عنه. شو لا؟ رجعي. قولي. اسمعوا لك نزير، بتروح من هون أحسن ما خلص عليك، سمعت؟ رايح. يلا تعال هون. يا أخي وين رايح؟ جرحك كبير وبده خستخانة. ما بده خستخانة، أنا بداوي لحالي. ما فيك، ما فيك تداوي لحالك. على الخستخانة ما رح روح. طيب طيب خليك، أنا بداوي لك يا شرف. تفضل اقعد هون. تفضل يا أخي تفضل. معافى إن شاء الله. الله يعافيكي. كتر ألف خيرك أنك خلصتني من هداك الواطي. هذا واجبي. أنت كنت بتعرف شو رح يعمل؟ لا. لكن شلون عرفت إنه هو عندي بالأوضة وشلون؟ خلاص يا أختي، اللي صار صار. خليك خليك. أنت لازم ترتاح. لازم روح. لا والله ما بتروح، خليني أساوي لك شي تشربه وبس تتحسن بتروح. أنت ساكنة لحالك هون؟ ساكنة أنا وأختي، بس هي امبارح نامت برا البيت. خير إن شاء الله. يلا أنا ما بطول. مو نزير يلي بيتاخد غدر وبيسكت. أنا بفرجيك يا راشد، أنا بفرجيك.
حفيظة، أنا أجيت يا حفيظة. ويا لامتي مين هاد؟ وردي بوسي داك وطي صوتي. لك ما بدي وطي صوتي، هذا شو عم يعمل هون؟ لك هاد السلامة خلصني من مصيبة كبيرة. شلون يعني؟ اليوم بغيابك نزل علي ابن حرام والأخ خلصني منه. انت شو عم تحكي؟ الله وكيلك هاد اللي صار، حتى أنه إيده انجرحت. أزعك شي؟ لا، والفضل لإله. بس كأنه أنا شايفته. لك تذكرت تذكرت؟ هذا اسمه راشد، مرة أجا لعند البيك والبيك ما كان موجود بالبيت، استقبلته الخانم وأنا كنت معها. أيوة، وشو كان بده؟ كان عم يطلب دواء لأخته المريضة. ليش؟ أخته مريضة؟ إيه، وأنا تأكدت من هذا الشيء لما بعتتني الخانم لعنده مشان ودي له دواء وأكل. وين بيته؟ بآخر الحارة عند سبيل المي. هلا أنت ليش عم تلعي كلام العي الفاضي؟ فيقيه وخليه ينقل على بيته. خلص طولي بالك. يلا اختي تعي. اعطيني عنك اخي هذا مشان ايه. الله يرضى عليك. قولي بسم الله. يلا بسم الله. بالشفا ان شاء الله اختي. ربنا يخلي لي اياك يا اخي. يا أنا جاي شق على أختك. شلون عرفتي؟ بدك تخليني واقفة على الباب؟ تفضلي تفضلي. طمنيني عنك. نشكر الله الحمد لله. أنا اسمي حفيظة، ومن يوم ورايح بتعتبريني رفيقتك الجديدة، ورح ضل معك وجنبك لحتى الله يعافيكي. وهلأ فيني أعرف شو جاي تعملي هون؟ جاي ردلك جميلك. بس أنا ما لي جميل عليك. ولما فتت على بيتي لتخفيت اسرق البيت. شوفت عينك، أختي مريضة وكل شهر بدها دواء حقه غالي كتير، ما عدا أجرة الزلمة اللي عم يجيب لي إياه من برا البلد. وكره البيت هاد كمان، وما فيني أترك أختي لحالها بالبيت وأطلع أشتغل برا. وقد ما اشتغلت ما فيني لحق عليهم كلهم. بيعونوا في دقيقتك. اعوذ بالله. قسما بالله لا تاخذهم يا بنت بيعونه. الناس الله يرضى عليكم. رحمة امي وابي لا تاخذهم. حسبي الله ونعم الوكيل. خاطرك. نزير. ايه نزير. نزير يلي لعبت عليه وساويت من الحرمة إلك شنقالة لحالك. سمية 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 ردي يا سمية. سمية 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 ردي علي. لا ردي على سمية. بك سمية مشان الله. استخاني روح استخاني جيب للحكيم. سمية